حرام. قعدوا يبصوا هنا، فراح اللعيب كابتن شوف ايمن بيعمل ايه معرفش ايه، فراح ايه تك افتح ايمن احنا شايفين والله العظيم شايفين افتح ايمن ومعرفش ايه، فرحت انا متغطي ومعاري الكتف كده ومطلع الشعر ورحت مضدي الملايه مش وش والله، ويفتح وايمن راح فاتح حته وهم يزقوا جايين بقى عاملين ايه راح فتحوا وراح طلع لقى الشعر اهو رحنا طالعين قلع وأدل خصموا مني انا فلوس ما خصموش من ايمن عشان كان كابتن. طيب ايه بقى يعني على سيره الستات ايه بقى قصه هيفا وهبي بالتفصيل الممل؟ هيفا عملت برنامج في 2005 كان برنامج رياليتي تي في عن فكره كده جايبين مجموعه من الناس المعروفه في بلدهم وهيروحوا لبنان يقعدوا في مكان مقفول بدون فلوس بدون موبايلات بدون تليفون ايوه كل شيء احلى ايوه ايوه حضرتك شوف هيفا تلاقي احلى هند رستم تلاقي شيماء سيف تلاقي كله تلاقي بالظبط. فالمهم ايه الفكره، فانا ما كنتش حابب الموضوع خالص يعني، فعرضوا عليا مبلغ محترم. كبير كبير. فالمهم اتعينت مدير كوره في النادي الزمالك، فهم بعد ما تختاروا وخلاص وكده وبتاع فخلاص المفروض اسافر بعد يومين كده، قلت لهم لا مش رايح. فقالوا لي يعني ايه مش رايح ومعرفش ايه وبتاع، قلت لهم لا انا مش رايح مش هينفع، انا بقيت مدير كوره في نادي الزمالك مش هينفع وبتاع. لقيتهم مره واحده راحوا دبل بالدولار، خد بالك دبل حاجه يعني لا يمكن تترفض ودي رقم مثلا الجايزه اللي هياخدها الاول اصلا والله العظيم اقسم بالله صدقي فحصل موقف كده فرحت اتلاقيت تاني يوم مستشار مرتضى كان رئيس نادي ساعتها، تاني يوم بيقول لي خلاص الراجل مش عايز مدير كوره، قلت له يعني مش عايز مدير كوره؟ يعني انت عينتني امبارح مدير كوره الصبح بقيتش مدير كوره؟ رحت قايل خلاص انا ماشي، رحت رايح البروجرام مع المجموعه ومع هيفا. البروجرام ده عمل يعني بروباجندا لانه عمل اغاني كتيره جدا عملت اغاني كتيره يديك اصحى قوام قاعدين الله انت عارفه كل حاجه طبعا كنت بتفرج ده ناس انت مش صغيره عشان ما شكلك فالمهم يعني عملت البروجرام ومن اول اسبوع كنت عايز امشي، انا قلت اخد الفلوس والله بكلم الجد والله اصل ايه لازم كل اسبوع يطلع اتنين ويصوتوا عليهم مش يصوتوا عليهم تصويت عليهم صوتوا عليهم واحد يطلع وواحد يفضل الاسبوع اللي بعديه وكده وهكذا لمده شهرين ونص فانا قلت يعني ايه ما انا هروح اخد الفلوس دي وبعد اسبوع ولا اعمل حاجه ولا محتاج اروح مطلعيني ومع الف سلامه وسلام عليكم مش عايزين طلعوا كنا عرب سات ساعتها ما كانش النايل سات باينه في مصر قوي يعني كان على عرب سات عشان تعرفوا ان انا عندي الدش من زمان فالمهم سبحان الله ما طلعتش ولا مره لغايه شهرين ونص قعدت شهرين ونص عملت بالفلوس اللي خدتها بالظبط بس قالوا مش هنديله الجايزه ما هو واخد فلوس قد كده هنديله له جايزه تاني طب بس ايه بقى علاقه برضه هيفا هيفا كنا بقى انا وهي بقينا يعني اكتر اتنين صحاب في البروجرام يعني ولو لازم مثلا نعمل حاجات فما نيجي نمثل مثلا انا وهي مع بعض نيجي ما اعرفش نعمل انا وهي بقى فينا اصحاب جدا جدا انا وهي وابتدت ونهزر ونضحك وطلعت اشاعات وعادي يعني ده يعني سيبك يا اخويا من الاشاعات يا مسماء وبعدين على فكره لا اقول لك حاجه لذيذه